السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب الشرعي، مدرب المنتخب المغربي الإيفر تروا، عندما وين فاز يعني بزوج مباريات ودية، فاز بزوج مباريات أمام موريتانيا المنتخب الأول، أمام زومبيا يعني كذلك يعني بالسكور زومبيا الاخرى ربحها وقيلا 4-1 وهذه ربحها 3-1 يعني بمشاركه يعني لاعبين نجوم صاعدين في سماء كره القدم الاوروبيه والمنتخب المغربي. وقال الشرعي عندما سنكون الاقوى دفاعيا سنسجل اكبر عدد من الاهداف ولدينا مواهب قادره على صناعه الفرق. عندو لعابة، أنا نقول لكم لعابة في المستوى، هادو هما خليفة تاع المنتخب تاع المغرب. يعني تشوف نتايا، تشوف هذاك رياض، هذاك شادي رياض، تشوف نتايا لعابي طالعين يعني مستوى ماشي لعابة. وأعرب عصام الشرعي مدرب المنتخب المغربي الأقل من 23 سنة عن رضاه بمستوى العناصر الوطنية المغربية بعد فوزهم على زومبيا بثلاث أهداف لهدف في إطار استعدادات لكأس أمم إفريقيا يعني بالمغرب 2023. وقال الشرعي في تصريحات لموقع الجامعة يعني أهنئ اللاعبين على المجهودات التي قاموا بها للفوز بمباراة، رأينا بعض الأشياء التي يجب أن نحسنها لأنها في هاتين المباراتين سجلنا وإن سجل علينا هدفين، لذلك يجب أن نحاول أن نكون أقوى دفاعيا. أو إن شاء الله تدوها، أنا ماذا بيا تدوها، والله ماذا بيا. وتبع عندما سنكون الأقوى دفاعيا سنسجل أكبر عدد من الأهداف، لقد سجلنا 7 أهداف في مباراتين ماضيتين، وهذا ما يبين أن لدينا قوة للتسجيل أهداف. وأضاف يجب ألا نفقد التركيز وأن نكون منظمين عندما لا نمتلك الكرة، أما في حال حصولنا على الكرة فلدينا يعني مواهب قادرة على صناعة الفرق. وأتم حديثه قائلا نتمنى أن نحقق التقدم المباراة بعد مباراة إلى غاية الوصول إلى آخر مرحلة. نسيت وجد خويا شوبير لما تهدرش تاع قاطر على المباراة تاع نيوزيلندا تاع اللي نسحبو، اش يدخلني انا يعني نهدر انا كي انا نخلي حاجة جاري حدايا نروح انا نهدر على دوارينا هنا، يشدني قاطر. قاطر خلي واحد كويتي يهدر على قاطر، خلي واحد عماني يهدر على قاطر، انا هنايا راني انا في الجزائر نهدر على هنايا، نهدرو هنايا نهدرو على خاوتنا فانيك. ياه ها كي تبان لك يعني هاكا نهضرو البارح ربحو زوج ربحو بثلاثة البارح 3-1 والاخرى 4 وعلى ديك 7 أهداف 3-1 4-1 هذا وين تفكر 3-1 4-1 هذا وين فكرتها باش يكون على بالك خويا، نسيت تخدم، أسرحت، نسيت تخدم معاه، أنا نقول لك، نسيت والله تخدم خويا، نسيت تخدم، وجدوا لها ليشان كوب دافريك هما، وجدوا لها ليشان، ضحكوش، ما ضحكوش، نقول لك. وما خسروا منا قالوها مليح والو قام قاروش ما قاروش كاع هادشي هما كيما قاروش ومنا راهو لا مليح والو واش كاع قالو لا شو بيش تقولنا على المباراة تاع الأمس مباراة أمام تونس خويا تونس نورمال ما يديرو ها لعبنا صعيب شكون باغي نلعبو، عادي لعبنا على نورمال عادي، ها لعبنا عادي،
نبقاو غير نهضروا. هاي شفنا منا ها شو بيها ما تهتش على لافير يا ودي على الله نقولكم على ما تهدرسي على الأفير تاع الدخلة تاع الصطاد يا ودي خلينا هادو على سليماني الحق 35 البارح الحق 35 عام ها هادو على البارح 35 مازال يلعب هاديك مجال يا ودي يا ودي خلينا دخلوا بكري دخلوا باش يتفرجوا بشي هاو ما دخلوا باش يتفرجوا عائلات عائلات يعني باش تدخل انت يا انت باش تدخل للسطاد ها دوك انت يقولو كان داروها تنظيم نظموها وكلش كانت غادي توصل تروح بعيد حنا اش غادي نقولو ايه مامي ديوش تعرف خويا ماشي سهلة ديوش تعرف او تا كي تجي تقول لي بلي هضر لي على الاخرى علاش انا نهضر لك كاك باغي نهضر ها الدخله تاع الصطاد دخلوا 12 ناس ها دخلوا دخلوا 12 ها خديم دخلوا 12 وانا اش غادي ندير الموت خلاص ما عشان بينا بنقول لك عليه ولا بس على اليوم ما تيجي تهدر عليهم اما تنجمش كي تنجم تهدر عليهم ما غاديش تهدر عليهم هما راضيين دخلوا 12 بهلول مع البهالي لا صاي سيبو هذيك هي وانا كيف تشوف يعني والله يا ودي مسالو تي غلط صاحبي تشوف يعني في الدار عادي يعني المهم وين نشوفوا الماء الشرعي يعني وين راه يوجد يعني راه يوجد في في منتخب أولي خلينا تاع شوبي برحمة الوالدين هدرنا تاع هادي تاع اليوم يدخلوا بكري للسطاد قصفهم يعني قصف نعمة يا ودعم بس أنا عليه هو كل اللي يدخل له ودعم وكل اللي يدخل الصطاد أنا سندي له ومش سهل على كل واحد خويا نقصف الغاشين أنا شيت لنا حنا ولا واحد داخل الصطاد ولا العائلة ولا ومش سهل عليه واللي يبغى اللي يبغى الشهر اللي يبغى يبرد ولا شنو بيندير له ونشوف ولي بغا تبرد انا شنو بغيتو هو داخل الاستاد ولا نعايرو ما نعايرو حتى واحد هي ولا نعايرو غاشي هنا يدخل بصحته ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد والميشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو